تحية سام العبوات الطبية، وماذا نرى لهذا السم الذي ما زال يتداول فوق منطقة انعكاس عند مستويات الجنيه بعد ما ضربنا مستويات الجنيه 45 قرش وبعنف، وكمان ما زال الزخم البيعي قوي لهذا السهم، وأعتقد إن آخر منطقة وآخر محطة بالنسبة لنا هي عند مستويات 96 قرش لحد مستويات 99 قرش، دي منطقة دعم قوية جدا 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 بالنسبة لنا. إحنا ما زلنا بنصحح الدورة السعرية اللي قلنا عليها اللي بدأت معانا من المستويات دي اللي هي مستويات ال 30 قرش، وصعدت بينا وبقوة لحد مستويات ال 2 جنيه و90 قرش تقريبا، او 2 جنيه و87 قرش 88 قرش. طيب المفروض كنا نصحح ما بين مستويات ال 38 لحد مستويات ال 50 فيبو، ولكن لو لاحظنا هنلاقي احنا فعلا ارتدينا من عند مستويات ال 50 فيبو. خلينا نروح على فريم الساعه افضل عشان نشوف وجهه النظر. لو احنا ملاحظين السهم ده عمل التصحيح جه على شكل اي بي سي، وده تصحيح مكتمل، جه على شكل اي بي وده سي، والمفروض ان ده كان يبقى تشكل الانعكاس عندنا عند مستويات الجنيه 45 قرش، واحنا قلنا ان ده كان بالنسبه لنا وافق سعر، ولكن السهم بيعمل لي موجه اكس اللي قد تتسلل بسيطا لحد مستويات ال 99 قرش الى مستويات ال 95 قرش. يعني السهم اعتقد ان لسه فاضل له هبوط. لو رحت على فريم الخمس دقائق هيبقى واضح عندنا ان الزخم البيعي لسه موجود، يعني الزخم البيعي لسه موجود وموجود بقوه، واعتقد ان حتى لو بدا يحصل ضعف في المستويات الحالية مقارنة بالزخم البيع السابق، ولكن حتى الآن السهم ما شكلش انعكاس، والسهم فوق منطقة انعكاس قوية جدا جدا. المنطقة دي لو اتكسرت بقوة أنا هقلق من السهم بمنتهى البساطة، لكن حتى الآن حركة التصحيح جت عنيفة أكتر من المتوقع. السهم زي ما قلنا في كل المرات عمل لنا تصحيح على شكل اي بي سي، وده كان تصحيح مكتمل، وكنا فوق دعم مستويات الجنيه 45 قرش، وده كان وقف الخسارة اللي كنا بنتكلم عليه. وقف الخسارة ده اتكسر وكسر لي كمان مستويات الجنيه و18 قرش اللي احنا تحت منها كمان، والسهم رايح للمنطقه الاهم. لو رحنا على فريم الويكلي هتبقى باينه بالنسبه لنا اللي هي القمه السابقه اللي ممكن نطلع نعيد اختبارها، ننزل نعيد اختبارها ما قبل تكمله الاتجاه الصاعد. السهم عمل تصحيح اعمق من المتوقع، وحتى الان ما عملش رده فعل، والشمعه البيعيه الاخيره مرعبه صراحه. فخلينا نصبر شوية قبل ما نعمل متوسط أو ما يحصل أي حاجة، عايزين نشوف ردة فعل الأول حتى على فين 5 دقايق، نشوف ردة فعل، خصوصا إن إحنا الواضح إن بدأ يعني هيبدأ يظهر سيولة في المرحلة الحالية، ولكن حتى الآن السيولة بتاعتنا ما ظهرتش، وحتى الآن في هبوط عنيف بيحصل على السهم. علشان كده نستنى ونشوف الحركة القادمة ونشوف ردة فعل إيجابية، وبعد كده نبني مراكز جديدة لو هندخل السهم أو لو كنا هنعزز. وبالتوفيق.